اسمي بكر مازن مديني، طالب في جامعة UCLA يونيفرسيتي كاليفورنيا لوس أنجلوس، ومن خريجي برنامج تميز للجامعات المرموقة. بدأت مع موهبة من الصف الثالث الابتدائي من خلال مقياس موهبة، واستمريت في فصول الشراكة حتى التخرج. خلال هذه الفترة شاركت في مجموعة من البرامج سواء الصيفية أو خلال السنة. من أهم النقاط في برنامج التميز هو المجتمع اللي يبنيه، مجموعة أشخاص كلهم لهم أهداف مشتركة، يعملوا مع بعض، يحفزوا بعض. كثير من الأفكار، كثير من البرامج بدأت من برنامج التميز، ومبادرات ما زالت مستمرة إلى هذا اليوم. برنامج التميز يغطي النواحي المختلفة للتقديم للجامعات الأمريكية المرموقة، سواء من الاختبارات المعيارية زي SAT والتوفل، كتابة المقالات، ثم تجهيز الابليكيشن نفسه، وما في ذلك من مثلا كتابة أو شرح الأنشطة اللاصفية وإلى آخره. رحلة التقديم للجامعات رحلة ما هي سهلة وما هي بسيطة، لكن من أهم النقاط اللي تساعد في هذه الرحلة هي أنه تحط الهدف في نصب عينك والمجتمع اللي حولك. ما أنت لوحدك، في ناس قبلك قد شاركوا في هذه أو خاضوا هذه التجربة، في ناس الآن بيخوضوا هذه التجربة. لا تحاول تخوضها لوحدك، استعين بالمجتمع اللي حولك، ودائما ركز على هدفك.